الحادية عشر والنصف بتوقيت السعودية، كورة ينطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منافسات رالي داكار السعودية 2021 تستكمل غدا بالمرحلة السابعة. السلبية تحسم نتيجة ديربي القصيم، وجوانكا يقود الشباب للوصافة. في ليلة ماطرة الاتحاد يتغلب على ضمك بعد 100 دقيقة من اللعب. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيوف كرة لهالمساء بالعزيز أبو تركي أحمد المصبيح. يا هلا، حياك الله أستاذ تركي، أنا سعيد بوجودي معك حبيب قلبي. أنا سعيد مع أبو تركي ومع أستاذنا أبو فيصل. أبو فيصل العزيز أبو تركي مجد. يا هلا والله وسهلا مجتهد، الله يحييك. دائما أسعد بمعلمي، واحد من أهم معلميني. خلاص معلم معلم مدارس أهلية، أنا معلم معلمي زميل، انت معلمي. انت معلمي هو يعتز. انا زميلك واعتز فيك، بالعكس انت الان نجم من نجوم كوره يا حبيبي. انا برضو افخر معك ومع نجمي ابو فيصل وكل النجوم اللي في ما بيننا. تواضع الكبار، تواضع الكبار. ابقى تلميذ لك ما في شك حبيبي. وهو كمان يعتز بانه انا اعتز فيه. في ماجد ماضي اكيد ماجد اذا الصحافه نجم ما مر على الصحافه، مخبر صحفي وعنده حس ويعمل مثل ماجد تويجري. هذا رأيي الشخصي. الشهادة يستحقها والله أبو تركي. ومعنا العزيز أبو فيصل سليمان الجابري، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مشديد، مساء الخير عليك وعلى الزملاء الأعزاء الأساتذة أحمد المصبيح، أستاذ ماجد التويجري، جميع السادة المشاهدين الكرام، والجميع إن شاء الله أساتذة أبو تركي وأبو تركي ماجد التويجري أيضا، نفخر فيهم جميعا حقيقه. الله الله يحييكم جميعا. وحكيم ما يخلي الواحد بس يعدل شوي شماغه، انتقل خذ الضيوف لين نخلص. طيب قبل ما نفتح ملف مباريات اليوم الله يرفع قدرك يا ابو تركي، الله يرفع قدرك. عندنا خبر يعني ايش تعدل؟ قاعد عند ساعه عندك ايش تعدل؟ والله جات ايده وحاط مرايه. ما شاء الله شخصيه وانيق بعد ما يحتاج زين زين. الله يرفع قدرك يا ابو تركي. لا واضح ان ما احنا بادين الحلقه. واصل اصدق صاير اصدق واصل واصل. طيب الخبر المهم معانا اليوم قبل ما نفتح كل الملفات الخاصه بمباريات اليوم، فيما يخص البيت الاهلاوي، تسعى الاداره الاهلاويه وتسابق الوقت من اجل اقاله المدرب فلادان، وتبحث في عدد من الملفات في منطقة الدفاع، طبعا ملفات للاعبين أجانب ونجوم أجانب في منطقة الدفاع، وهذا ما يبحث عنه الأهلاويين في الفترة الماضية واحتياج الأهلي في الفترة القادمة لتجاوز المرحلة الفنية الغير موفقة في ما مضى، رغم وجود الأهلي في المركز الثاني، ولكن نتائجه في المباريات الأخيرة لا تشجع الأهلاويين سواء العمل الإداري في البقاء أو حتى النجوم هم يؤدون في أرضية الملعب. أنا ودي أخذ تعليقكم لأنه موضوع مهم، في حال أنه تم هذه كلها أخبار تسابق فيها الإدارة الأهلاوية لإقالة المدرب، خطوة مهمة أبو تركي؟ والله الأهلي كنت يوم الأيام أقول مدرب المدرب صار الموضوع مو مدرب، السومة يشتكي مدير الكرة يستقيل، وبعدين مو أي مدير، طارق كيال واحد من أبرز أول شيء كنجم دولي سابق ونجم المنتخب والأهلي ومدير يوم الأيام الأهلي وقاد البطولات ومدير المنتخب، فاستقالة طارق هيال علامة استفهام، دليل الوضع ما يشجع. أنا مثلا البعض شكك في طارق أو لام على استقالته، لكن لما يجي كابتن الفريق عمر السومة يقول بمعنى الحقوا على الأهلي، صراحة الوضع في الأهلي يغلي. ما هي قضية جيب مدرب ولا بعد مدرب، الآن قضية يعني ضع يدك على الداء الحقيقي وش المرض اللي في المستشري في النادي الأهلي. أتمنى طبعا زي ما نتمنى قلنا النصر يوم الأيام والاتحاد، أتمنى زي الأهلي لا يغيب، إذا غاب الأهلي ما الدوري ولا الكرة طعم. فأتمنى إن شاء الله البداية التصحيح يكون شامل يعني إداريا وفنيا. إداريا وفنيا، مو فنيا، إداريا أكثر منه فنيا. طبعا أنا أختلف جملة وتفصيلة تركي مع اللي يقول بأنه طارق كيال هرب، أختلف تماما، ومن خلال معرفة من خلال العمل الميداني الطويل جدا
مع طارق كيال بالذات داخل النادي الأهلي وأيضا مع المنتخب في مراحل سابقة، عملت عن قرب عن قرب، وبالذات في مرحلة استيسي والمنتخب عندما كانت الاستيسي من الرعاة وكان هو موجود كمشرف على المنتخب. طارق رجل أو قائد إداري من الدرجة الأولى، قوي شجاع لا يمكن وصفه بأنه يهرب من مسؤولية. أنا في تقديري ردة فعل طارق كيال كانت واضحة وشفافة، يعني أنا اليوم يا بوجود أجي لعبد الله مؤمنة، الأستاذ عبد الله مؤمنة مع حفظ الألقاب، أقول له أنا سأتولى المسؤولية كمشرف أو مدير فريق، لكن متطلباتي 1 2 3 4 5، لما تحقق لي 1 وتترك لي 4 البقية معناته أنت ما أعطيتني اللي أبغاه. هو في تغريدته جاء سيدة راح للجمهور الأهلاوي بشكل مباشر وقال لهم يا جماعة الخير أنا مشيت لأنه الإدارة لا تستطيع أنها توفر الأدوات. واضح واضح وشفاف. أنا اليوم لما أعمل في جهة وأحس أني أنا ماني قادر أني أحقق المطلوب أوكي، معناته أنا لازم أمشي. أضف إلى ذلك عندي معلومات شبه مؤكدة بأنه دار أصلاً نقاش بينهم الاثنين، بين الرئيس وبين المشرف، وصار بحضور شخصية ثالثة، وصار هناك رغبة أصلاً من الرئيس أنه طارق يمشي. وأنا أعتقد في ناس مثلاً تقول لك والله طارق كيال كان من الممكن لو الأهلي فاز أمس على القادسية كان قعد. أنا بالنسبة لي المعلومات اللي عندي معلومات صحفية بأنه الرجال ماشي ماشي حتى لو فازوا على القادسية أمس ب10، طبعا هم ما فازوا انهزموا، كنا أقول لك افتراضا افتراضا. لذلك احنا نقول دائما مثل هذه الأسماء اللي لما تجي في الأندية أو في المنتخبات تنثر إبداعا وتعمل وتتصف بالقوة والشجاعة، هذا دليل هذولا لازم نحافظ عليهم، لازم احنا كإعلام سعودي ما نكون بيئة طاردة للأسماء وهذه الشخصيات. شوف طيب ما جاب دقيقة بس لا أنا بكمل بسألك عشان جاوب سؤال صحفي بما أنك صحفي متميز. الصوت الآخر يقول أستاذ طارق، تعرف طارق يعني علاقتي فيه، لكن تحس أنه الوقت غير مناسب، يعني الأهلي الآن يحتاج وقفة، الوقت مناسب بأنه ما يستقيل. أنا الصوت الآخر أوصل إلى مرحلة أنا والرئيس أننا تماما ترى مثل ما صار بين الصايغ والأمير منصور بن مشعل، لما ما في تلاقي لازم يصير في طلاق كروي مع السلامة. أنت حتى لو أنت تملك أدوات النجاح كمواصفات طارق كيال بس ما في تلاقي لازم نفترق. شوف لا حد يقول لي لا هي بعيدة وهي ردة فعل تحسب على العويس الحاله، لا 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 لا، ما حدث أمس من محمد العويس يعطيك عنوان رئيسي للفوضى داخل النادي الأهلي. شوف تخسر ما تخسر معطيات، سمعت ما سمعت، حتى لو كان أنا لا طبعا لا أقول إنه هذاك صح سواء كان فعلا عضو مجلس إدارة من نادي القادسية وإذا غلط، لا أنا أقول اللي في الملعب يا عويس في الملعب، اللي أنت سويته وطارق كيال يمسكك والنرفزة حقتك وبعد صافرة الحكم يا أخي ما يصير، حواري ما يصير. أنت لاعب منتخب ولاعب دولي ولك اسمك ونجوميتك، هذا يعبر عن الفوضى الإدارية داخل النادي الأهلي. أبو فيصل حول الأخبار ما حدث اللي قالت فلادان في البداية. شوف أنا أتصور أن المشكلة في الأهلي ما هي مشكلة مدرب، وإذا اعتقد الأهلاويين أن مشكلة الفريق هي مشكلة مدرب ما أتوقع أنه هذا بيلقوا حل لحال الفريق. ما يحدث في الأهلي واضح بشكل جلي، ما يحدث في الأهلي هو يعني تبعات للمشاكل الإدارية اللي كانت موجودة من أيام الأمير منصور مشعل بالفترة السابقة، من أيام إدارة الرئيس السابق أحمد بسماري ذاكر اسمه الأخير أحمد الصايغ. فاللي حصل وقتها بينه وبين الأمير مشعل ما زالت تبعات هذا الموضوع حتى بعد جية الإدارة هذه لسا عبد الله مؤمنة، ما زالت المشكلة أنا من وجهة نظري في الأهلي إدارية بحتة. اليوم تركي منظومة كرة القدم
أجهزة فنية وأجهزة إدارية ولاعبين، أي خلل في هذه المنظومة بالتأكيد أنه الفريق راح يتأثر سواء على مستوى النتائج أو المستويات. أنا برجع للحادثة اللي ذكرها ماجد وما أبغى أدخل في تفاصيلها كثير، حادثة العويس أمس. لما يحصل هذا الأمر المفروض يا تركي اللي يتدخل في هذا الموضوع هو إدارة أو الجهاز الإداري في النادي الأهلي، يبعد اللاعب عن المشاجرة أو المشاحنة والتأثير من خارج الملعب. وين دور الجهاز الإداري من البداية؟ من البداية صحيح أبو فيصل، أقصد من البداية من يوم صار النقاش ما بين المشجع والنجم حمد العويس. ايوه، يعني المفترض انه جهاز اداري طارق كيال بخبرته الطويله كان المفترض انه يكون في حديث مع مراقب المباراه، مع حكم الرابع، مع الاجهزه الامنيه داخل ارضيه الملعب، انه يكون في رجل في المدرجات، والاصل المدرجات ما فيها جمهور. هذا مثل ما ذكرت الانباء انه حتى مو عضو مجلس اداره، عضو جمعيه عموميه في القادسيه. ولكن ايا يكن، يعني اليوم لما يكون هذا التاثير على الحارس والحارس يخرج من جو المباراه، وين دور الجهاز الاداري؟ استقالة طارق كيال اليوم علامة استفهام عجيبة. يعني طارق كيال في تاريخه مع الأهلي الأهلاويين يتغنون به، وأنا حقيقة أكون كل التقدير والاحترام للكابتن طارق أبو ركان، من الأسماء اللي نعتز ونفتخر فيها، لكن موضوع الاستقالات والتعدد هذا في إدارة النادي الأهلي أو في إجازة الكرة في النادي الأهلي أعتقد أنه مثار استغراب وجدل كبير. أنا أتصور أنه المشكلة تركي في الأهلي مشكلة إدارية تحتاج إلى رئيس حكيم، إدارة حكيمة تستطيع تتعامل مع الموقف. اليوم لما يكون الفريق في عدد من النجوم، إذا ما وجد الإدارة والجهاز الإداري اللي يستطيع فرض السيطرة على اللاعبين، مهما كان المدرب كويس أو مدرب سيء، صدقني المشكلة حتستمر، لأنه أنت في الأول والأخير لاعبين بهذا الحجم يحتاج إلى ضبط إداري. المشكلة في الأهلي باختصار هي مشكلة إدارية بحت. طيب نفتح ملف المباريات اليوم ونبدأ بمواجهة الديربي، ديربي القصيم، ديربي بريدة تحديدا ما بين التعاون والرايد. هالمواجهة انتهت 0-0. على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة وفي ديربي القصيم، استضاف التعاون نظيره الرائد ضمن مباريات الجولة 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الرائد بدأ شعلة الديربي وعبدالله المقرن ينفرد، ولكن كاسيو أبعدها، ومن هنا توامبا والرأسية وسط الدربكة لكنها أقرب لدوخة الذي يبعدها. التعاون بالتمريرات السريعة أبو سبعان لعبدالله ساني الذي واجه ضميره ودوخة، لكن دوخة لن ولم يكن ضميرا غائبا فتصدى لها. قبل نهاية الشوط الأول الكاميروني أرنود كاد أن يضيف هدف التقدم للرائد برأسية تفانى بإبعادها كاسيو. وفي الشوط الثاني فوزير كالعادة يربك الدفاعات، وهذه المرة تسديدة ماكرة يسرى بجانب القائم الأيمن. فواز فلاتة يتحصل على الكرت الأصفر الثاني بعد إعاقته للاعب التعاون عبدالله ساني، بالأحمر يغادر. نيوكليتش يحاول خطف هدف للرائد وتسديدة من خارج منطقة الجزاء أبعدها كاسيو، ومن هنا عبدالله الجوعي لا يستفيد من النقص الرائدي وفوق العارضة، والبديل النمر أيضا يستمر في إهدار الفرص. علي النمر وفي تسديدة خادعة لتصطد بالعارضة وتعود لتوامبا الذي لعبها فوق العارضة، هدف تعاوني يضيع. انتهى الديربي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليرتفع رصيد التعاون إلى النقطة 18 والرائد إلى النقطة 13. التعاون سيكون ضيفا على الفتح في مباراته القادمة، بينما الرائد سيستضيف النصر على أرضه. احنا نتمنى اهداف والله فعلا. اول شيء اكون صريح وواضح، انا ما شفت الا اشياء بسيطه من المباراه، واستعنت باراء الزملاء منهم ابو تركي واثق في رايه، لكن النتيجه صراحه محبطه. يعني ديربي ينتظره كثير من الجماهير، يعني الرائد والتعاون انا شخصيا احب مبارياتهم، لكن ما توقعت انها 0-0. اترك التحكيم والتحكيم، لكن في فرص ضايعه، قدموا كوره جميله، يعني شفت الفرص الضايعه وتألق الحارسين بالذات حارس التعاون، كل هذه مؤشرات جميلة. لكن أمانة التعاون راجع، التعاون
حيكون في الدور الثاني أفضل وأفضل. الرائد لا زال، الرائد لا زال، يعني مو عشان النتيجة انتهت تعادل، لكن الرائد يحتاج إلى عمل أفضل. الآن منافسك التعاون اللي كان يوم الأيام قبلك وخلفك الآن ربما يتجاوزك باقي الدوري، فالتنافس هذا مفيد للفريقين. مباراتهم كنا قلنا نتمنى أهداف، لكن التعادل أطفن على يعني راحة الجمهور وتقدير الجمهور ناديين مريح لهم، لكن بالنسبة لمسيري الناديين لا، كلهم كان يتمنى الفوز، بالذات وجهة نظري الرائدين كان يحتاجون الفوز لرد اعتبارهم أكثر عن الجمهور. التعاون فنيا ممتاز جدا، كذلك الرائد أفضل مما كان عليه في المباريات الماضية. نقص اليوم الديربي أنه الشباك ما اهتزت. أبطال الليلة كاسيو حارس التعاون وعز الدين دوخة في مرمى الرائد، يعني شالوا المباراة على كتافهم، كل واحد حط فريقه على كتافه وقال لهم أنا مسكر، يعني حط باب، يعني حط حاجز وحط مانع لن يتم التسجيل. شوف أنا أشوف الديربي أوكي بوش ديد، هو أحياناً تجيك مباراة تشيل الجولة كاملة، تعطيك رتم عالي جداً، يعني ديربي كأنك تشاهد هلال نصر أهل اتحاد في أجمل حضورهم الفني. شوف اليوم الرايد والتعاون هذا الموسم قدموا لنا ثقافة جديدة، تدري وشي؟ احنا عادة الفريق اللي مطرود منه واحد بالذات لما ينطرد أكثر من شوط كامل نقول 99.99% الفائز الفريق المكتمل والخاسر هو المنقوص. التعاون غير لنا هذه الفكرة، لا هو منقوص ويفوز، يفوز حدث هذا قدام النصر وفي مباراة أخرى هذا الموسم يلعب أكثر من 45 دقيقة منقوص لاعب ويتفوق. إذن هذه ثقافة جديدة. اليوم الرائد أيضا بالبطاقة الصفراء الثانية فلاتة، ومع هذا أول من طرد يمكن جاء للرائد فرصتين أو ثلاث إنه يتقدم. أوكي إجمالا مباراة رتم عزول التنظيم الفني في إيه ما في شك، مباراة رتم على أعلى مستوى، هجمة هنا وهجمة هنا. أجي مع أبو تركي في ناحية مهمة جدا جدا، أنت لو تجي تبي تقول يا أبو شديد من الناحية الفنية عشان ما حد يزعل، منهم العيون المفتحة في الدوري السعودي حاليا، تحط التعاون من يوم خسارته من النصر الآسيوية وهو في تصاعد واضح ويقدم أجمل مستويات، أوكي؟ تحط الاتحاد، تحط النصر، يعني شوف البقية كلهم بتراجع، اللي ها كذا يترنح الشباب وحنتكلم عنه في مباراته، لكن هذولا الثلاثة قاعدين يعطونك روح تصاعدية في الأداء الفني على أعلى مستوى. وشخصيا أضع لوم كبير وإن كنت لست خبيرا تحكيميا على الطريس في ضرب الجزاء واضحة جدا، لمسة يد. المصيبة العظمى أنه رجع إلى الفار وتسمر عند الفار تقريبا دقيقتين حسبها في الوقت بدل الضايع، وما حسب كل المحللين الفنيين اللي تفرجت اللي هم يطلعون في نقل مباشر أو من خلال صحفي يعطونك ذا، أجمعوا على أنها ضربة جزاء واضحة وصريحة. أنا يتعاون اليوم مش هدفي يا أبو شديد، أنافس بهذا الفريق وبالعدد النقطي أقدر أنافس، أنت حرمتني نقطتين كانت كنت الأحق فيه. تعاون ولا الرائد؟ تعاون، تعاون. البلنتي للتعاون، نعم اللي ضربة اليد تقصد؟ إيه لمسة اليد. أي وفي كمان اللي هم فخر الدقائق اللي إصابت لاعب التعاون لمهاجم الرائد، كمان طالبوا فيها الرائدين إنها ركلة جزاء. طبعا احنا مو نحل الحالة تحكيمية، ولكن مطالبات الرائدين كانت مقارنة كمان بمطالبات التعاون بلمسة اليد اللي حضرت في المباراة. أبو فيصل الديربي. والله شوف أبو جود، أنا أبو شديد، أنا كنت الصراحة وقت المباراة راجع من جدة على الدمام، كنت في رحلة طيران، فالأمانة أنا ما شفت المباراة، لكن خليني أقول لك على حاجة مهمة. أيوة. اليوم أي واحد ما شاف المباراة ويعرف أنه نتيجة انتهت سلبية
وأحد الفريقين متعرض لطرد في الدقيقة 52، فتقول أن الفريق المنقوص يخرج بنقطة، أعتقد أنه أمر إيجابي. لكن أنا خليني أروح للمباراة بشكل مختلف. صراحة أنا شفت في الإعادة طرد اللاعب فواز فلاتة. في بعض اللاعبين يا أخي يجي أحيان يفقدك المباراة بتصرفات أحيانا غريبة. يعني لاعب تخيل عنده بطاقة صفراء ويدخل بهذه الرعونة ويخسر فريقه بالدقيقة 52. لكن يحسب حقيقة لمدرب الرائد سيد هاسي، حقيقة عرف يتعامل مع 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 الدقائق بعد 52 ويخرج بنقطة. تصور أنه في ظل النقص وتخرج بنقطة عامل إيجابي. لكن الأهم بالنسبة للرائد لو جينا على وجه الخصوص، أنا أتصور اليوم الرائد في موقف أعتقد أنه ما زال يعني في مؤخرة الترتيب ويحتاج إلى فوز، وفرط في مباريات كثير. أنت لو ترجع لمباراة الرائد والأهلي، كان لو شفت اللي شاف الشوط الأول يقول الرائد ممكن يخلصها من البداية، لكن ما زال في مشكلة عند الرايد في الشوط الثاني، واليوم تحديدا مع الطرد أتصور أنه الرايد تغلب على الظروف والنقص اللي كان قبل المباراة وخرج بنقطة إيجابية. التعاون في المقابل حقيقة مع السيد الفرنسي كارتيرون، حقيقة منذ قدوم هذا المدرب والسكري ظاهر بمظهر مختلف. إعادة التوامبا للفريق أعتقد أنه أكسب هجوم التعاون قوة إضافية. بشكل عام لو انتظر لجدول الترتيب، التعاون ما خسر إلا مبارتين بينما الرائد 4 خسائر. وجود التعاون في المركز السادس أعتقد أنه أمر إيجابي. لكن بشكل عام في ظل وضع الفريقين، أنا أتصور أنه من الطبيعي أنه يظهر الديربي حسب ما قرأت بهذا المستوى. لكن لو جينا على مثل ما تفضلوا الزملاء على بعض الأخطاء التحكيمية، ترى الأخطاء التحكيمية ما عاد في كل جولة، لا أصبحت للأسف الشديد في كل مباراة نشوف مجموعة من الجدل الكبير على الأخطاء التحكيمية الموجودة في الدوري السعودي. وهذه حقيقة يمكن تكلمت فيها تركي في حلقات كثير، ولا زالت المعضلة والمشكلة مستمرة وراح تستمر إلى عودة الحكم الحكم الأجنبي. لأنه بصراحة ما يحدث اليوم في غرفة الفار ومن الأخطاء التحكيمية المتوالية أمر لا يمكن السكوت والقبول فيه. المفروض يوضع اللعبة على الملاعب، كمال الكلام الأستاذ أبو فيصل، أنه للاعبين ألعب وانسى التحكيم. التحكيم خلاص ميؤوس وميؤوس من يعني مهما قلت ما راح توصل. هالجدالية اللي صارت سواء على الطاولة ولا كل البرامج والنقاد ومواقع التواصل ما في تحسن يا أخي. أولا اللقطات أحيانا تعاد بشكل يعني الحكم قريب من، لكن لازم الأفلام هذه ويروح ويجي الهدف ما يفرح بالفريق التي خطأ قبلها بعشر دقائق. يعني إدارة الفار والتحكيم مع كامل تقدير واحترامي، وأنا دائما من أقصر الحكم السعودي، لكن الحكم السعودي إذا يساهم، أنا أمس انتقدت مستوى الدوري، يجي مع التحكيم وفار بعد كملت. صدق أن اللاعب اليوم اللي سجل هدف ما عاد يفرح، يعني يقول لا يتأكد بعدين يفرح، لأنه بأي لحظة ممكن يلغى. طبعا إذا هو خطأ لابد أنه يلغى. يا أخي الفار، غرفة الفار واضحة، ما حد غرفة الفار. شوف أنا أكون مباشر، يبغون يشكلون أنفسهم جزء رئيسي من المباراة، يعني حضورهم الآن أكثر من حضور الحكم. الفار الفار ويرجع الفار الفار يا جماعة، في أصعب في المواقف مفروض الحكم ينزل. يعني الحكم ما صار له شخصية ومهزوز، 70% من حكامنا فقدوا شخصيتهم لأن الفار. طيب فأنا ما لا تشكيك، أنا أقول يجب أن تعاد شخصية الحكم السعودي يثق في نفسه أكثر من الناس في كل. بس أيوه بسيطة، تعرفوا شو المصيبة الأكبر والأعظم؟ أنه يصير فيه ضربة جزاء مثلا أو تسلل أو هدف أو بطاقة حمراء ويرجع الحكم للفار ويتسمر قدام الفار معدل دقيقة ونص إلى دقيقتين، زي ما يكرر وجود الكرة الأرضية كلهم يقولون بلنتي، ما في حد ما يقول. يعني زي اليوم كل المحللين في الصحف أنا تابعت، وعمر المهنة على القناة الناقل الرسمي، كلهم قالوا ضرب الجزاء للتعاون. أنت يا طريس رحت للفار وشفت بعيونك وقعدت، يعني من أول نقول نعذر الحكم، القرار والصافرة جزء من الثانية، سلمنا وقلنا هذا يعني هذا رأيه، جزء من اللعبة والأخطاء جزء من اللعبة. لكن اليوم تجي وتوقف ويعيدونها لك يمين يسار من كل الزوايا وتقول لا ما فيها شيء.
مسقط العملية. ترى أنا ما دافع عن التعاون ولا همني، كل بالنسبة لي أنا حالات أيوة بالنسبة لي أنا ذولا الاثنين تحديدا التعاون والرايد عينين في رأس تماما مثل بالنسبة لي الفيحة والفيصلي. طيب هدف المولد أنا أبغى توضيح، يمكن أنا هدف المولد هدف باطل الاتحاد خلينا نروح له يعني صراحة لين نجيه على الأقل الفار. طيب جاء الحكم وقف كم دقيقة وألغى. طيب خلينا نشوف احنا اليوم نجم الكلاسيكو والديربي والقمة في كل جولة وفي كل مرة يكون فيها ديربي. أبو تركي أنت قلت دوخة وكاسيو صح؟ إيه واحد منهم 100%. طيب ولو فريق الإعداد اختاروا غير كذا راح أشك في نظرتهم الفنية يعني، مع كل الاحترام. لا أنا تعرف دائما طيب في صفهم. طيب أنت أنا متأكد عشان كذا أقول ذا الحكي، متأكد إنهم مختارين. يا من اللي معلمك؟ ها من اللي معلمك؟ والله ما حد علمني. الشمس لا تغطى بالشمس يعني دعات. أنا أحس أشوف علاقته فعليان يبدو أنه يسرب له موضوع الاختيارات اللي تكون عندنا. أنا حاسس عليان لو قلت مير عايض ولا نواف عليان اللي كذا ما فيه يا ويلي. خلينا نشوف جرب تعتذر من حلقة بس. خلينا نشوف نجم الديربي. ما في شك يستاهلون اكيد دوخة وكاسيو اليوم في الديربي. في تسريب ولا ما في تسريب ابو تركي؟ لا والله في تناغم ما بين فريق العمل اللي نفتخر فيه في كوره، فريق عمل محترف، مو هالفقره هذه الفقرات الكثيره اللي تقدم عبر البرنامج، ومع الضيف اللي هو الزميل ماجد تويجري، لانه يعني بالبدايه والله من تحت الهواء ويقول نجوم الحراس. طبعا الديربي لو كان ممتع وفيه اهداف طلع نجوم، لكن الحراس تحمل المسؤولية زي ما قال أبو تركي، وهم يستاهلون. حراس يستاهلون زي ما امتدحنا حراس السعوديين اللي برز يعني ما بروح أسبق الأحداث، حرس الشباب، نمدح الحراس الأجانب حقيقة ساهموا في صحيح الذود عن مرماهم وفي اختيارات موفقة. أنا قلت لك في البداية في بداية حديثي عن الديربي نفسه قلت لك أبطال الليلة كاسيو ودوخة. شوف من جد يعني فيه يعني كل واحد رد له بالميت 4-5 فرص يفترض أن تكون أهداف. صحيح هذا شغل مو ذا. وأنا بالنسبة لي إذا أنا أشوف رأيي أن قروهي حارس الاتحاد هو الحارس الأول في السعودية ما بين اللاعبين الأجانب والمحليين، كاسيو هو رقم 2 حارس التعاون. طيب هذا الحديث عن مواجهة التعاون والرائد، هالمواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. خلينا نروح لفاصل قصير ومن ثم نعود.
منافسات رالي داكار السعودية 2021 تستكمل غدا بالمرحلة السابعة. السلبية تحسم نتيجة ديربي القصيم، وجوانكا يقود الشباب للوصافة. في ليلة ماطرة، الاتحاد يتغلب على ضمك بعد 100 دقيقة من اللعب. حياكم الله من جديد، ونرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية. أحمد المصبيح ماجد تويج لاستمال جابري هم ضيوف هذه الحلقة. نرحب بكل من انضم لمتابعتنا في هذا الجزء. الشباب يطير للمركز الثاني ب 22 نقطة بعد أن انتصر على الاتفاق بهدف وحيد. نتابع. ضمن لقاءات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استضاف الشباب على ملعبه فريق الاتفاق. رغبة شبابية واضحة ومنذ البداية بكسب نقاط اللقاء، وهو ما تحقق عند الدقيقة الثانية بعد العشرين بتسديدة لا تصد ولا ترد من جوانكا. الليث يفقد أحد أبرز عناصره بداعي الإصابة، وشوط أول ينهيه أصحاب الأرض متقدمين بهدف رغم المحاولات الاتفاقية التي ظهرت بين حين وآخر. شوط ثاني مغاير تماما عن سابقه، هجوم اتفاقي مكثف من كل حدب وصوب، وتهديدات نواخذة تنتهي رغم كثرتها بسلام على مرمى الشباب. وخمس وأربعون دقيقة كان نجمها الأبرز زيد البواردي الذي منح فريقه النقاط الثلاث بتصديه لكل المحاولات، ليخرج الشباب وصيفا في سلم الترتيب باثنتين وعشرين نقطة، فيما بقي الاتفاق على رصيده السابق بسبع عشرة نقطة. الشباب والاتفاق. الشباب طبعا قدم شوط جميل جدا، وهذه ردة فعل شيلة المدرب اللي يعني صراحة قاعد على قلوب أنصاره وعلى قلوب بعض اللاعبين. قدم شوط مثالي جميل جدا جدا، وكان بالإمكان يضيف هدف هدفين ثلاثة، لكن ما صار. الشوط الثاني الاتفاق وكأنه فريق آخر، تراجع الشباب وتحمل حارس المرمى الشبابي اللي هو زيد البواردي عبء مع خط الدفاع عشان ما أكون. الشيء الجميل في اللي أنا قلته بعد المباراة وباركت للشباب أنه الشباب يحتاج إلى ظهير أيمن ورأس حربة. أستاذ خالد البلطان يعني بقمة الشفافية مع جمهور الشباب، ويعني هذا الوضوح المطلوب من إدارات الأندية تحتاج توضع شيء يفيد. قال إننا بحاجة وسنبحث عن رأس حربة، بالفعل يترجم جهود الشباب يحتاج إلى رأس حربة. عبد الرحمن قليل خبرة شاب، بس لكن الشباب مدام متاح لك الفرصة لعيب أجانب جيب مهاجم عليه الكلام كما هو حال الاتحاد. فأنا أقول للشباب اليوم ألف مبروك. الاتفاق يا جماعة ما كان سيء، بس عندنا يعني دائما للمحللين بعضهم وأنصارنا إذا خسر الفريق كأنه ما سوى شيء. حاول قدم كرة جميلة اتفاق، ولكن حارس المرمى توفق. ليش ما يعني نعزو مثلا خسارة اتفاق؟ والله الشباب كان أفضل دفاعيا، حارس المرمى كان أفضل، لكن هجوم كان اتفاق لعب كرة جميلة شوط ثاني وسوى كل شيء. أخطأ بس المدرب، يبدو أنه أنفعل على طريقة المدرب الأجانب وسحب الكويكبي. الكويكبي كان مزعج لدفاع الشباب وكان يصنع، لكن لها رؤية فنية. ألف مبروك
للشباب، الآن أصبح الفرق 3 نقاط. الآن المنافسة أصبحت بعد فوز الشباب والاتحاد، صدقني الأهلي بعد ما بعد هالظروف ما راح ينافس الهلال إلا اتحاد أولا ثم الشباب. طيب أبو فيصل خليني أروح معاك، الشباب اليوم يدخل على خط المنافسة على المركز الأول مع الهلال بالتساوي بالنقاط مع الأهلي ب22 نقطة، خطوة مهمة للشبابيين بعد إقالة المدرب في اليومين الماضية. الاتفاق في منطقة الظل ولكن لا يرضي كل أنصاره، أنصاره حابين يشوفوا الاتفاق وهو ينافس. الإدارة الاتفاقية تعمل جاهدة مع المدرب الوطني القدير بأن يظهر الاتفاق بشكل فني أفضل مما هو عليه في الفترة الحالية. ما في شك أبو شديد، فوز مهم بالنسبة للشباب، أوصلوا لوصافة الدوري حاليا. الأهم بالنسبة للشباب أنك أنت تيجي تفوز في مباراة صعبة زي مباراة الاتفاق وأنت خاسر وخروج من البطولة العربية، يعني عملية التباين هذه دائما الخروج من أي بطولة يكون مؤثر على الفريق في مشواره في الدوري، لكن عودة الشباب في مباراة اليوم منافس حقيقة مو سهل. الاتفاق خلال الفترة الأخيرة الصراحة مع الكابتن خالد العطوي يقدم مستويات جيدة جدا وفي تصاعد مستمر. مباراة اليوم تحديدا اتصور انه كانت هي مباراة شوط وشوط، اللي يشوف الاتفاق في الشوط الثاني ما يقول هذا الاتفاق اللي كان في الشوط الاول، والعكس صحيح بالنسبة للشباب. اتصور انه العدو وصديق الامس ومنافس اليوم كانت له كلمة حسم، جوانكا في هدف حقيقة هدف يعتبر من الاهداف الجميلة في دورينا، لكن اتصور انه مباراة اليوم مش الاتفاق والشباب تحديدا، حتى في الديربي هي مباريات الحراس، شفنا زيد البواردي في الشباب وشفنا حتى الحايطي على الرغم من المسؤولية كبيرة كانت على اللاعب لأنه إنه استطاع أن يخرج العديد من الهجمات الشبابية. بشكل عام الاتفاق اليوم هذه الخسارة يجب إنه ما تأثر على الفريق، خاصة إنه خلال المباريات الماضية 3-4 مباريات حقق فيها الفريق حقيقة فوز وكان دافع كبير بالنسبة للاتفاق. يجب على إدارة الشباب إدارة الاتفاق تحديدا والجهاز الفني في الاتفاق ألا يقف على هذه الخسارة، يعني الشباب مهما كان اليوم حتى وجوده الحين في وصافة الترتيب يعتبر يعني خسارة من فريق جيد في الدوري. بالنسبة للشباب أتصور أنه هذا يجب أن يكون دافع له في الدوري، صحيح أنه التغيير أحيانا يكون مو فني أحيانا يكون نفسي بالنسبة للمدرب، ولكن الشباب بشكل عام هذا الموسم على رغم الذبذبة اللي كان فيها قبل الجولتين الماضية إلا أنه حقيقة فريق جيد وفي مرحلة تعافي مثله مثل الاتحاد، يعني الشباب والاتحاد والهلال تحديدا يمكن من أفضل الفرق اللي تقدم مستويات هذا الموسم. أبو تركي، عندما صرح بن زكري وقال بأنه إذا الإدارة ما جابت لي لاعبين في الشتوية، قلت يا أبو نخاع لو أنا مكانك لأقلته من الملعب. واليوم أقول أيضا لخالد البلطان تصريحك كان خطأ، ويفترض أنك تضع الثقة أي مدرب أو أي إداري يكون عنده رغبة للتغيير يحطونها بينهم وبين بعض المدرب والإدارة، ما تعلنها في النهاية، أنت تلعب مباريات مهمة وعندك لاعبين. يعني اليوم عبد الله الحمدان ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله لاعب يملك كل المقومات، بنية جسدية على أعلى مستوى، أوكي الطول الإمكانيات الفنية، أنت كرئيس نادي بخبرتك هذه تخطي هذا الخطأ وتقول إحنا بحاجة إلى رأس حربة، عندك مباراة قادمة، إيش حيكون تأثيرها النفسي على اللاعبين اللي يلعبون برأس الحربة سواء كانوا أجانب ولا محليين؟ أوكي، أنا في رأيي مثلاً في أبو تركي مثلاً يقول الشباب لعب شوط ممتاز بعد تغيير المدرب، الشباب أيضاً مع المدرب السابق المقال لعب أمام الاتحاد وفي مكة شوط متميز جداً وكان سباق للتسجيل وكان من الممكن أن يعزز بواحد 2-3. شوفوا بشديد في سر في الفريق الشبابي، يعطيك شوط أول متميز جدا ويسجل ويتراجع في الشوط الثاني. أنا في تقديري الاتفاق يبقى لغز غريب جدا في كرة القدم. وقبل ما أنسى اليوم أنت خالد البلطان تقول بالحرف الواحد أنا بحاجة إلى رأس حربة، بالله أسألك بالله في مباراة الأهلي والقادسية من اللي شال الليلة كلها بالأداء الفني بالمحافظة على الوقت بالكولومبي أسبرية بالتسجيل أوكي بالصناعة
حتى لما الأهلي سجل جول وثلاثة واحد وتعرف كان باقي خمس ست دقائق إيش عمل؟ صار يحتفظ بالكورة ويحاول كيف الرد فيه؟ كان عندك وبين يدينك، يعني هذا شيء غريب. لكن بالنسبة للاتفاق يبقى مع خالد العطوي، أشدنا فيه كثير في يعني أوقات سابقة، لكن يبقى لغز محير، يوم فوق ويوم تحت. وأنا أعتقد لو لعبوا مباراة ثانية غير ذا المباراة بنفس أداء حتى أداؤه في الشوط الثاني لن يسجل الاتفاق، رعونة في التعامل مع الهجمات. طيب نروح لفاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله من جديد، ونرحب بالمستمع روتانا FM في المملكة العربية السعودية. أحمد المصبيح، ماجد ويجد، سليمان الجابري هم ضيوف هذه الحلقة. نرحب بكل من انضم لمتابعتنا في هذا الجزء. في بيان عاجل طبعا على حساب وزارة الرياضة في تويتر فيما يخص الكفاءة المالية، أنا استأذن اليوم المتابعين والضيوف الكرام بقراءة هذا البيان وأيضا مناقشة هذا الملف الهام. تود لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية أن تعلن أنه بناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من مؤشرات ساهمت بشكل فاعل في تخفيض التزامات الأندية الرياضية بشكل ملحوظ وسداد التزامات مالية شارفت مبلغ 100 مليون ريال، ورغبة من اللجنة في تعزيز هذه المكتسبات لضمان استدامة العمل المالي في الأندية بالشراكة مع إداراتها والتي أبدت تعاونا جادا لرفع جودة العمل المالي في الأندية الرياضية. فقد عقدت اللجنة اجتماعها اليوم السبت 25 جماد الأولى 1442 للهجرة الموافق للتاسع من يناير للعام 2021، وأصدرت قرارها بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية القاضي بإتاحة الفرصة للأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية بالحصول عليها بعد تحقيق المتطلبات التالية: 1- سداد كافة الالتزامات المالية واجبة السداد حتى تاريخ 30 من أكتوبر للعام 2020 على ألا يتم جدولة أي من هذه الالتزامات. 2- سداد رواتب شهري نوفمبر وديسمبر للعام 2020 لنشاط كرة القدم. 3- أن يكون آخر موعد لتقديم المستندات المؤيدة لتحقيق المتطلبات المذكورة في الفقرتين 1 و2 والمصادقة على بيان الالتزامات هو تمام الساعة 3 مساء يوم 21 يناير للعام 2021، ويتعلن اللجنة ذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية ولتؤكد حرصها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الكفاءة المالية من خلال الإشراف على تطبيق اللوائح والضوابط والمعايير المنظمة لعمل الأندية بهدف حماية مصالحها في تراكم الديون وتعثر سدادها والوقوع تحت إجراءات قضائية تعرقل مسيرتها عن تحقيق أهدافها. كما تجدد اللجنة شكرها للأندية الرياضية لعملها الدؤوب خلال الفترة الماضية ولما تحقق من نتائج ملموسة كان لها الأثر الواضح في تقليص التزامات الأندية الرياضية على نحو يصب في تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة العمل فيها. أبو تركي. جميل جدا. أولا يحسب هذا القطاع اللي يدير الرياضة داوم يوم السبت اجتمعوا، يعني دليل أن وزارة الرياضة ما في إجازات، عمل يوازي أهمية الرياضة والدوري وتحديدا الدوري اللي يحمل الاسم الغالي دوري محمد بن سلمان. البيان شفاف زي فعلا يعني واضح، حددوا هناك من اختلف على إشار كيف ما شارته الأندية، لكن هو بشكل عام يحد من ظاهرة عانينا منها كثير اللي هو نقول فساد مالي، تلاعب مالي، أخطاء مالية إدارية. فأنا حقيقة مبسوط وكثير من الرياضيين أنه هل وجع الرأس حيزول، حيتتقوم الإدارات، حيكون فيه أكثر حرص، أكثر انضباطية،
يحز من نفس انه أندية مثلا ما تسجل، لكن مستقبلا انت توقف فتره، لكن مستقبلا حتعالج امورك، تضع مصروفاتك في الشيء الصحيح. يعني وزاره الرياضه مين سيف مسلط، بالعكس يعني لو الانديه تجاوبت وعدلت صدقني حتتجاوب مع الانديه، هي تعمل لمصلحه الانديه وبشكل عام مصلحه الرياضه السعوديه. أهنيهم حقيقة على هالقرارات، وأتمنى أنديتها إن شاء الله توصل مرحلة من الاحترافية والتعامل بوضوح وكفاءة إدارية مالية بمعنى الكلمة. الفوضى اللي عانيناها يعني يجب أولا نقابل الدعم العظيم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الدعم السخي اللي ما صار لأي بلد في العالم، يقابل بعمل إداري بمنهجية ووضوح وشفافية وتقدير الدعم اللي يصير. أنا أدعمك بملايين وتشتكي واللاعبين يشتكون، هذه مشكلة كارثة. فنبعد على العواطف، نقول نشد على يدك وزارة الرياضة وإن شاء الله من أفضل إلى أفضل. أبو تركي، اليوم البيان الكفاءة المالية وكأن هو تأكيد بأنه اليوم الوزارة ولجنة الكفاءة المالية تعمل سويا وجنبا إلى جنب مع الأندية لعملية ضبط اليوم المصروفات المالية وترك مساحة من عملية توفير كل هذه المتطلبات وزيادة الفترة، هي مساعدة اليوم وكأنها إشارة اليوم لكل الأندية، ترى أنه إحنا معاكم جالسين نعطيكم هالمساحة بس تعاونوا معنا بشكل أكبر وأكثر. خطوة يعني جديدة وجميلة وموفقة، ولدينا ثقة واسعة جدا في عبد الله كبوها رئيس اللجنة وبقية فريق العمل معه. لكن زي ما تواصلت معه وطرحت العديد من الأسئلة، لا زال فيه عدم وضوح للائحة 100%. ولعلنا في البرنامج ومع تركي العجمة طرحنا سؤال مهم جدا وبحثت عن إجابة ولم أجد إجابة. السؤال يتمحور حول إيش؟ أنه يقول لك أنه النادي اللي جدول ديونه، طبعا عشان ننور المشاهد، ترى حتى اللي أخذوا شهادة الكفاءة المالية عليهم ديون بعضهم تصل إلى ديون النصر أو الاتحاد بس إنها مجدولة، والنصر والاتحاد وغيرهم من رفضوا الجدولة. خلنا نعطي تنوير واضح، سؤال مهم يتمحور حول إيش أبو جديد؟ يقول لك في حال إنه مثلا سين ما أبغى أسمي قال إنه أبى أسدد يوم 25 يناير لنادي فلان عن الصفقة الفلانية وما التزم، إيش اللي حيصير؟ حياخذ غرامة. حلوين، أعطى معلومة غير دقيقة وغير صحيحة، إيش اللي حيصير؟ حيتم سحب إيش؟ شهادة الكفاءة المالية. طرحنا سؤال، قلنا أنا لما أكون سجلت اللعيبة الأجانب أسحبها، حتى جاء وجود قال بروح لمك أقول تفضل خذ الشهادة ما عاد بيها، عرفت؟ ما في إجابة على هذا السؤال. يقول لك لسه ما حطينا في اللائحة، لا هذه أساسية لازم تحطها. وبعدين شوف في ناحية مهمة، أنا مثلا خليني أسمي كنادي عنده رقم كبير من إيش؟ من المصاريف والإيرادات والعقود ورواتبهم عالية، نادي الهلال مثلا. أنت اليوم منحت الفرصة للهلال بأن يسجل لاعبين أجانب ومحليين جدد في الفترة الشتوية، سجل الهلال. سؤال جديد، ما راح ترتفع ديون الهلال ممكن دبل؟ أطرح عليك السؤال. الحين الهلال عنده ديون مجدولة خلنا نقول مثلا توصل لـ70 على سبيل المثال، ما عندي معلومة دقيقة، مثال هو سجل الهلال مثلا راح خريبين وراح هتان بهبري، الأخبار اللي قاعدين نسمعها، وجاب الهلال بدلة سواء محلين أو أجانب، طيب ما حيصير إكسترا في الموضوع؟ صحيح. ممكن تكون دبل صح ولا صحيح. لا؟ إذن كيف الإيرادات أو الإيرادات أكثر من المصروفات أو العكس؟ يعني أنت قاعد تحط الديون دبل، طيب إذن هنا فيه حلقة مفقودة، وفيه لازم ما تقول لا أنا بنتظر إلين يصير بعدين، الأولوية للجدول أبو تركي، معليش بس الحين أنت لازم تضع ناحية مهمة، إذا نادي بس أختم فيها. طيب أبو تركي، أنت تبي تبحث عن أجوبة لكل هذه الأسئلة؟ أنا بحثت ما لقيت. طيب سألت كلمت عبد الله قال ما بعد حطينا طيب. اللائحة توصل إلى مرحلة أني أسحب منك الشهادة. طيب سحبت مني الشهادة وقلت سجلت لاعبين، وش اللي حيصير؟ قال لك لسه
قاعدين ننظم اللائحة، ما بعد وصلنا إلى العقوبة اللي حتصير. وقال لك نتوقع أنه ما في نادي ما حيلتزم. لا، توقع أن في نادي ما حيلتزم. طيب إن شاء الله بإذن الله أنا أوعدك إن شاء الله خلال اليومين القادمة حنجد كل الإجابات على هذه الأسئلة. ممتاز. بإذن الله. أبو فيصل، أنا أتصور أنها خطوة مهمة مشتيد. شوف هذه الخطوة تحديدا تؤكد أنه وزارة الرياضة ليس ضد الأندية، إنما الهدف هو عملية التنظيم المالي داخل الأندية. بالعكس، أنا أتصور أنها خطوة إيجابية وخطوة حقيقة تمنح الأندية فرصة لمعالجة أوضاعها. يعني الأرقام اللي سمعناها 76 مليون و 52 مليون أرقام فلكية يا رجل. فأنا أتصور مش على النصر والاتحاد والأندية الخمسة اللي منعت من التسهيل أو اللي ما استحقت الشهادة الكفاءة المالية، لكن أنا أتصور أنك لما تمنح الفرصة اليوم لجميع الأندية حتى اللي ما قدر يسدد وتمنحه فرصة للتسديد، يعني نظرة متوازنة ومعتدلة من وزارة الرياضة. وبالعكس، يعني أنت لا يجب أن تكون شفاف وتكون مرن في 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 قراراتك، خاصة في قرارات اللي تخدم الأندية. فبالتالي أنا الأمر الآخر اللي أنا كنت أتمناه صراحة، فما أدري يمكن قد يكون فاتني هذا الأمر، صححوا لي إذا أنا غلطان، هل الكفاءة أو شهادة الكفاءة المالية كانت من بداية الموسم؟ أنا كنت أتمنى تكون متوافقة مع استراتيجية الدعم، يعني يعلن عنها بوقت كافي. فما أعرف هل الأندية بالفعل هي تفاجأت فيها الآن وشاهدنا إنه خمسة أندية ما استحقت هذه الشهادة، أو إنه هذا القرار موجود وما كان في جدية من إدارات الأندية في التعامل مع هذا الموقف. فبالتالي أنا أتصور اليوم لما تكبر هذه كرة الثلج، لما تكبر في 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 الأندية بتثقل كاهل الأندية، ونشاهد أندية تمنع من التسجيل. يعني في كثير، يعني على سبيل المثال الاتحاد، لو أخذنا الاتحاد على سبيل المثال، من بداية الموسم هو يعاني على مستوى ورأس الحربة. اليوم في عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية ما يقدر يسدد. النصر برضو عنده مشاكل وكان وده أنه يغير عدد من اللاعبين، في عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية بالتالي يمنع من التسجيل. وزارة الرياضة تحديدا دائما تقف مع الأندية، ويا ما دعمت ومواقفها دائما إيجابية مع الأندية. فبالتالي هذه فرصة، أنا أتصور أنها فرصة للأندية اليوم ورجالات الأندية. يعني شاهدنا تحركات اتحادية يمكن في اليومين الماضية وزيارات شرفية، أتمنى أن يكون حقيقة في دعم لإدارة الاتحاد وأيضا لإدارة النصر وبقية الأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية حتى لا تتراكم الديون. كل ما كبر جبل الديون على الأندية راح يعني تستمر المشكلة حتى في الموسم القادم. صحيح. في كلمتين بس أنا بقولها يا جماعة، وزارة الرياضة طبعا الأستاذ عبد العزيز سويد زميلنا ومحمد زميلنا محمد الأستاذ محمد صدعان طرحوا نفس التساؤل، إنه الوقت كان متأخر شوي. ربما أتفق مع الاختلاف هذا، لكن أنا أقول الآن خل مثلا وزارة الرياضة استشعرت القضية وصعوبتها وخطورتها سوت شيء، لازم الأندية تتساعد وتساهم في الحد من هذه الظاهرة. أي. صحيح في ثغرات وفيه، لكن اللي شفناه، اسأل من يعني من عمل في الأندية، من عانى من الأندية، من اللي يعملون وزارة الرياضة، وش الديون؟ يعني وقتها أيام الأستاذ معالي الوزير تركي آل الشيخ، وش كانت الديون اللي كان على الأندية؟ وش كانت المشاكل؟ الأهلي يوم الأيام بهبط، الهلال، النصر، الاتحاد، جاب دعم مكرمة ملكية، شيء يعني كان حلم بالنسبة للأندية. طيب ليش ما استثمر الموضوع هذا بدون ما وزارة الرياضة تراقبكم؟ بعدما تجاوزتوا هالمطب الخطير مفترض يا أخي يكون، ويأسفني، في ضبط المفروض يكون، مفروض يعني بدون ما أنذر. لكن الآن أنا مع وزارة الرياضة ومع أيضا مرونتها، في حالة إن شاء الله تقول الأندية استفادت من أخطائها وعدلت ما يمنع. نعم. هي مي سيف مسلط، بس أنا أقول كمبدأ عام أنا مع الزميل، لكن أنا أقول يا جماعة لازم نوقف. نعم. نضع حد للهدر المالي، ملايين ملايين، وفي دعم كبير وسخي، لكن في سوء تصرف. يعني بمعنى الكلمة الدارجة، الهياط حيسوي رجيم في داخل الأندية. أنا مدري لك على قدر لحافك، ستوعد. طيب. تقول بجيب بسوي، لكن مو على حساب سمعة الرياضة السعودية. طيب اليوم احنا دخلنا حين 10 يناير، يعني قدام الأندية اللي ما حصلت على الكفاءة المالية 11 يوم، إذا هم حابين يسجلون الفترة القادمة عندكم فرصة 11 يوم عشان أنتم تبادرون. والهدف مش فقط في 11 يوم، الهدف عملية الضبط المالي. صح. للأندية وتجنب الديون
بعد مكرمة سمو سيدي ولي العهد في السنتين الماضية وسداد كل ديون الأندية، يرجب أنه ما نرجع إحنا لنقطة الصفر ونقعد نحل مشاكلنا اليوم في فيفا ومشاكل الأندية ومتطلبات اليوم المدربين واللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم. خطوة إيجابية من لجنة الكفاءة المالية يشكرون عليها، وفرصة مجددا للأندية اللي محصلت على هالشهادة. فاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله من جديد، ونرحب بمستمعي روتانا فين في المملكة العربية السعودية. أحمد المصبيح، ماجد توجه، سليمان الجابري هم ضيوف هذه الحلقة. نرحب بكل من انضم لمتابعتنا في هذا الجزء. المباراة الأخيرة من الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الاتحاد يطير للمركز الرابع ب 21 نقطة، خلاص بينه وبين الثاني والثالث. الشباب والأهلي أصلا هم متعدين 22 نقطة، الاتحاد وصل 21 نقطة في المركز الرابع، بينما ضمك بقي بالأخير على نقاطه الثمان. متابع على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، استضاف الاتحاد ضيفه ضمك ضمن مباريات الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. المباراة تأخرت بسبب الأمطار والأرض المبتلة عنواناً بصرياً للملعب. الأرض المبللة والضرر أنريكي والتسديدة الخفيفة يتصدى لها شراحيلي. ضمك يبادر والكرة بين الأقدام داخل منطقة الجزاء، وحجازي كالعادة سداً منيعاً للكرات. أريكي مرة أخرى وعرضية من خطأ ورأسية بريغوفيتش اصطدمت بالقائم الأيسر. كل هجمة اتحادية خطرة خلفها هريكي الذي مررها لعبد الرحمن العبود الذي وضعها ذكية في الزاوية، وهدف أول للاتحاد. شباك ضمك. وفي الشوط الثاني اللاعب انحصر في وسط الملعب، وضمك في محاولة للتعديل، زيلايا من داخل منطقة الجزاء وتسديدة اعتلت العارضة. الاتحاد عن طريق ريكي يبحث عن الهدف الثاني وسط التكتلات الحمراء. الكرة تبعد، الكرات العالية شعار ضمك، وهذه المرة العرضية ورأسية فاروق شافعي ترتطم بالعارضة. رومارينهو في انفراده ولعبها خفيفة انتهت بجانب القائم الأيمن. انتهى اللقاء بانتصار الاتحاد بهدف دون رد، ليرتفع رصيده للنقطة 21، بينما ضمك على رصيده السابق بثمان نقاط. الاتحاد سيستضيف فريق أبها في مباراته القادمة، بينما ضمك سيستضيف الوحدة. ما شاء الله يا ابو فيصل، وش هالاتحاد الزين، يفوز وخطوات للامام ومركز رابع و21 نقطه، ولا هي غريبه على الاتحاد، ولكن كنا مستائين من الاتحاد اللي في السنتين الماضيه ما مش في افضل حالاته يعني. ابتسامه بس. والله الاتحاد هذا الموسم صحيح مختلف، رغم البدايه المتعثره اللي كانت مباراه الاتحاد، وانا كانت حتى ابتسامتك تغيرت يا ابو فيصل، شفت شلون؟ لا صراحة الأمانة العمل المقدم حاليا في الاتحاد كتكامل عمل بين الإدارة وجهاز فني ولاعبين، الحقيقة الاتحاد اليوم أصبح مو بس يفوز، أصبح الاتحاد ممتع في أرضية الملعب.
ولكن في مشكلة ربما يعني ملاحظة في الاتحاد بشكل واضح، مشكلة الشوط الثاني اليوم في مباراة اليوم تحديدا، وأنا أعزيها ربما للعملية الإرهاق. الفريق كان في دوري بطولة عربية وبعدين بطولة اليوم، هذه المباراة في هذه الظروف أتصور أن المباراة كانت يعني صعبة على الفريقين، لأنه أرضية الملعب صراحة والصور واللقطات اللي خرجت قبل المباراة حقيقة كانت مناظر بدائية، يعني لا تحدث في دوري بقيمة وحجم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بهذه القيمة، حتى إزالة المياه حقيقة. فأنا استغرب كيف لعبت المباراة أصلا رغم التأجيل، ترى أرضية الملعب كانت ممكن تشكل خطر كبير على اللاعبين. وأنا شفت تصريح للكابتن عبد الرحمن العبود أحد نجوم المباراة واللي سجل حقيقة هدف رائع جدا، غير جمالية الهدف، الحقيقة التيكي تاك اللي كان فيها الهدف في 5 ثواني، أكثر من تقريبا 7 أو 8 نقلات في الكورة وتسجل هدف بهذه الطريقة الجمالية. كان له تصريح بعد المباراة يقول إن إحنا كنا خايفين من أرضية الملعب، كانت تشكل خطر كبير علينا. فبالتالي أتصور إنه الفوز هذا بشكل عام هو فوز مهم بالنسبة للاتحاد واقتحام الاتحاد المراكز المتقدمة، وأتصور إنه الاتحاد في ظل هذه الظروف الحالية حصول الاتحاد لو إن شاء الله بطولة العربية، أنا أعتقد أنه دافع معنوي كبير ونفسي للفريق إذا ما استطاع تحقيقها، ولا يلغي حقيقة التميز والجمالية اللي يظهر فيها الاتحاد مع السيد كاريلي. اليوم أصبح حتى الاتحاد وانت تشاهده حتى في دكة البدلاء في إضافات جميلة للفريق، وبالتالي القرارات المهمة اللي صارت في الاتحاد بداية الموسم، وجود الهرم أحمد حجازي ورودريغوز الغايب عن الفريق الفترة الحالية للإصابة، هنريكا أيضا أثبت وجوده. اليوم الفريق بشكل عام حقيقة فريق ممتع، فريق يقدم كرة قدم جميلة. في الجانب الآخر طبعا ضمك نتصور رغم تغيير المدرب والأحداث الأخيرة، لكن الفريق ما زال حقيقة 8 نقاط في مرحلة خطر. ضمك في نهاية الموسم الماضي قدم مستويات جيدة، وتوقعت أنا شخصيا أنه يكون استمرار في هذا الموسم، ولكن حقيقة في تراجع كبير على مستوى النتائج والمستويات في الفريق، وربما الفريق يعني مع نهاية الدور الأول يدخل في مرحلة خطيرة جدا. أتمنى حقيقة من إدارة الأستاذ القدير صالح أبو نقاع أن يكون حقيقة في مرحلة إنقاذ للفريق، لأنه فريق في جمالية ضمك اللي كان عليها في نهاية الموسم حرام نخسره. ونتصور أنه في موسم في دور ثاني قادر إن شاء الله ضمك على الرجوع على العودة بإذن الله. أبو تركي، أولا حقيقة يقول رحم الله من هدى لي عيوبي أن وزارة الرياضة شدنا في مواقع كثيرة ونقل العمل الإداري ومتابعة الأندية، لكن اليوم اللي صار في ملعب الشرائع صراحة ما يليق. دوري يحمل مسمى عظيم، ودوري يشارك فيه أجانب ويتابع من كل الجماهير في القارة. الطريقة البدائية صحيح أن الأجواء أحيانا تكون مفاجئة، ولكن يجب في ملعب يحتضن مباريات أو ملعب من الملاعب اللي تحتضن مباريات كأس دوري الأمير محمد سلمان، مفترض أنه أكثر احترافية يعني. وأشار الشيء هذا ترى زميلنا أستاذ تركي العجمة قبل 8 سنوات الأمانة، ويعني وضح وشاف كيف الملاعب واستند رسائل جت من الجمهور بالفيديو. بعد 8 سنوات لازلنا نعاني، هذه مشكلة ترى أنا أقولها يعني بغيرة وحب، وعندي ثقة أنه ما راح إن شاء الله تتكرر المشكلة. الطريقة البدائية لإزالة المياه وتأجيل المباراة، هذا دوري كبير، دوري محترفين، دوري الأمير محمد بن سلمان، ما مفترض أنه تتعامل الأمور أو تتعامل مع الأمور بهالطريقة البدائية. الموضوع الثاني ما شاء الله أبو فيصل يعني سارق أفكار، مع أنه بعيد لكن أخذ كل الأفكار اللي في بالي. قريب في قلبك. أي والله، لكنه أصاب يعني وجهة نظرة سليمة جدا. الاتحاد يلعب شوط واحد، وبشكل عام معظم الفرق ترى يعني ضعف الإعداد ساهم، صحيح أن الجولة العاشرة، لكن التعافي واستعداد الضعيف ما يمكن تحالك مشاكله في فترة وجيزة. هذا يرجع للمدربين، ثقافة توزيع الجهد عند اللاعبين، أمور كثيرة، الاتحاد الشباب كذا نادي اللي هي الهين في الشوطين مسكين يعني الفترة الأخيرة ما يقدم. فأتكلم عن يعني كمثل حي الشباب والاتحاد. الاتحاد يستحق طبعا، قدم ذا وهدف جميل ويدرس. صحيح الأرضية أثرت كثير يعني، وفق يعني تعرض كثير من الإصابات بسبب الأرضية،
فلكن الشوط الأول كان جميل جدا، الشوط الثاني حاول ضمك، لكن الاتحاد إذا استمر مع إحضار رأس حربة بعد ما يحلوا مشاكلهم وعودة يعني هيكون فريق بعبع، وغرتنا وقلت جاك المنافسين، جاك الاتحاد والشباب والأندية. يا هلال الأندية تتقدم، والنصر شفت النصر الآن بنقاط هذه مع استمرار الدوري ترى 3 مباريات يفوز 4 خلاص عنده 14 نقطة 14 نقطة لما تستمر بالانتصارات شوف نفسك قربت، باقي دور كامل وباقي كم مباراة من الدور الأول، لا زالت الفرصة متاحة. نعم. يعني الهلال حيندم على التفريط والنقاط، لكن عليه أنه يواصل الجهد. ماجد، أنا حطيت يعني كذا عنوان، يعني قلت أمطرت وأرعدت بالنمور، التي غسلهم كرويا تحت المطر، التي ومطر كله خطر، هلت سحايب التي مطر. وأنا كإعلامي هذا عناوين إيه صح لسانك، أنا كإعلامي رياضي سعودي يا أبو شديد لما أقول هذا الحكي إحنا نبتهج نفرح نسعد بعودة النمور إلى مكانهم الطبيعي، بعودة النمور إلى أن يكون طرفا في نهائي كأس البطولة العربية، بعد ما كنا نقول عانينا عامين ونادي الاتحاد واحد من أهم أركان الكرة السعودية ومدرجه يعتبر دائما في الحضور رقم واحد يعيش سنتين بهذا الشكل وبهذا اللون. لكن برضو أقول أنه الاتي مع حجازي شكله بقى وافي بصراحة. شلائح ما بقي لك قصيده ماجد. المهم لا بناخذك بنروح الفاصل دقيقه، خلني بالله لا اوكي خلي قل ابو صرت تفضل ماجد جستنية خليك يلا ما تفضل كيف لتي ما حقاي تكفى حكي مخر كبر عني. طيب خلي شوي لازم اكمل عطنا فاصل عطنا فاصل. حياكم الله من جديد في الجزء الأخير من هذه الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية أحمد المصيبيح ماجد تويجر استمال جابري هم ضيوف هذه الحلقة، نرحب بكل من انضم لمتابعتنا في هذا الجزء في دقيقة سريعا بس طبعا. أنا يعني أقدم التهنئة على هذا الاتحاد بشكله وبلونه وبحضوره وخطورته حاليا لصديقي الجديد انمار الحايلي حلو نعم. صديقي الجديد وصديقي القديم جدا جدا حامد البلوي، فعلا استطعتم أن تقدموا لنا الاتحاد بشكله المعتاد، أعدتم جزء واضح من شخصية الاتحاد. الاتحاد الآن في إطار الإقلاع أوكي؟ نعم. بقي أن يستقر في السماء وسيستقر بإذن الله، واللي إحنا شايفينه أنه الاتحاد ربما زي ما قلت لك إلى جانب التعاون أوكي؟ والنصر بدأ يخطو خطوة معهم، هم اللي يقدمون مباراة أو يقدمون أداء معقول جدا، نستطيع أننا نقول أنه يعني بإمكانهم المنافسة. اليوم لا يوجد فريق تستطيع أن تجزم، يتعازمون تفضل لا والله أنت نعم. لا والله أنت عرفت شلون؟ يعني الهلال أكثر من مرة يفقد نقاط، نقول الأهلي يلعب بعده وبعدين الأهلي يخسر من التعاون ومن ثم يخسر من القادسية، لا وبالثلاثة وبأداء فني ضعيف جدا. لذلك احنا طبعا احنا زي ما احنا كنا حزينين في مرحلة سابقة مشديد على وضعية الاتحاد، ايضا حزينين على بعض الأندية، لكن العميد عاد وعودا احمد ان شاء الله، وان شاء الله نشوفه بأعلى المراتب، وان شاء الله يرجع لنا بكأس العربية. طيب ابو فيصل
30 ثانية ما معي وقت ترى. طيب أبغى أقول شيء بس للحكم المحلي. أنا أقول الفرصة جاتكم هذا الموسم جاتكم من السماء، فرجاء راجعوا أنفسكم واكسبوا الثقة، وبلاشي توريط البعض بين غرفة البار وبين غرفة وبين الحكم حكم الساحة. اللي حدث مباراة الاتحاد اليوم هذه جديدة ما صارت. نعم. في لقطة واحدة تلغي هدف وركلة جزاء. فيا جماعة خلاص، يعني الأندية قاعدة تتأثر والأندية تدفع فلوس، فاللي قاعد يصير صراحة أوفر. العزيز أبو فيصل سليمان الجابري شكرا جزيلا لك، نشوفك إن شاء الله في حلقات قادمة. وانت طيب تركي، شكرا لك ابو تركي، شكرا جزيلا لك، نشوفك ان شاء الله في حلقات قادمة. ابو فيصل قال اللي قلته، والله التحكيم بالفعل هدف المولد ما ادري ليش الغي. شكرا جزيلا. ما تبي عيد العناوين حقتي؟ يلا هاته. هات. امطرت، استنى بس استنى، امطرت ورعدت بالنمور. اي اوكي قالت لا خلاص. طيب احنا وصلنا للختام، شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة. أترككم مع أهم الأخبار في الساحة الرياضية السعودية، وإحنا بكرة نلتقي إن شاء الله الساعة 11:30. في أمان الله. تلقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم السبت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة. حظي المتسابقون في رالي داكار السعودية 2021 بالراحة اليوم السبت في مدينة حائل بعد أن أنهوا 6 مراحل متنوعة من السباق بمرورهم على العديد من مناطق المملكة وسط تنافس كبير وحميم في مختلف الفئات الست التي يتضمنها الرالي هذا العام. وبعد مرور النصف الأول من مراحل السباق، يستعد المتسابقون للدخول في معترك النصف الثاني والأخير من السباق، حيث يعد يوم الراحة الحالي في حائل فرصة ثمينة لالتقاط الأنفاس والتخطيط السليم لاستراتيجية المراحل المقبلة وصيانة المركبات وإصلاحها قبل انطلاق الجولة 7 غدا من حائل وتنتهي في سكاكا. قرر سامي الجريس حكم مباراة لقاء فريقي الاتحاد وضيفه ضمك اليوم السبت تأجيل انطلاقة المواجهة لمدة 45 دقيقة عن موعدها المقرر للتأكد من جاهزية ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع بعد الأمطار الكثيفة التي هطلت قبل ساعة من موعد المباراة السابق. حدد خالد البلطان رئيس نادي الشباب احتياجات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة في مهاجم، مبينا أن إدارة النادي لا تمانع في استمرار الإسباني كارلوس هرنانديز مدرب الفريق المؤقت والتعاقد معه حال تقدم الفريق وإحراز نتائج مقنعة. وقال البلطان في تصريحات للناقل الحصري عقب فوز الشباب على الاتفاق اليوم السبت: الفريق يمتلك نوعية جيدة من اللاعبين، ولو سجلنا لاعبا هدافا سيكون لنا كلمة في الدوري. أبدى خالد العطوي مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم حزنه على خسارة فريقه أمام الشباب، مشيرا إلى أنهم قدموا مباراة مميزة ولا يستحقون الخسارة. وقال مدرب الاتفاق في حديثه للناقل الحصري: قدمنا مباراة مميزة وفرضنا أسلوبنا في الشوط الثاني خصوصا على عكس الأول الذي غاب عنا فيه التركيز الذهني، لكن في المجمل لم نوفق في التسجيل وهذا حال كرة القدم. نعتذر من جماهيرنا على هذه الخسارة ونعدهم بتقديم الأفضل في المباراة المقبلة. يلتقي بعد غد الاثنين في مدينة مراكش فريق الرجاء المغربي وضيفه الإسماعيلي المصري في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال، وينتظر فريق الاتحاد السعودي الفائز من تلك المباراة في الدور النهائي بعد أن تجاوز مواطنه الشباب في المربع الذهبي بالتعادل 2-2 ذهابا ثم الفوز 2-1 في لقاء العودة.